هادر هادر، متسربة على ايه يلي على الباب؟ مساء الخير. مساء الفل. كمال بيه موجود؟ فايز اللي موجود. لا قصدي يعني الحقيقة يعني هو كمال بيه مش موجود. طب هو ما سابش خبر هيبقى فين؟ او هيرجع الساعة كم؟ لا يا فندم، هو ملوش مواعيد، بس اكيد هو في الشغل. في الشغل؟ ايوة. هتفضلي حضرتك استنيه جوه كلها 3 ايام ويرجع. ايه ده؟ هو ما بيباتش هنا؟ تقريبا، اصله من ساعة وفاة جد بيه وهو واخد مكانه في الشغل. بس حضرتك ما قلتليش انت عايزاه في ايه؟ لا مش مهم. يا استاذة، يا فندم، يا قشطة. اما دي حاجة غريبة جدا بس حلوة جدا. قلبي هيقف من الضحك مش ممكن. بعد الشر عليك. لا 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 بجد، انا عمري ما ضحكت الضحك ده قبل كده. والله العظيم وانا يا اخويا من ايام المرحوم زنفل ما ضحكتش الضحك ده. زنفل التمساح؟ انت تعرفي زنفل؟ تمساح يا اخويا، جوزي الله يرحمه كنت بدلعه اقول له يا زنفل. الله، برضو برضو ايه؟ لا 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 لا، ما تاخديش في بالك. لا طيب افوتك انا بقى بعافيه. رايحه فين؟ هروح انا بقى عشان احضر العشاء الكريم. زمانه رجع من الورشه وميت من الجوع. انت لسه هنا يا اما؟ ايه ده كريم؟ يعني اول مره تعملها؟ هو ده كريم؟ بسم الله ما شاء الله. ايه يا اما، انت مش قلتلي انك هتبقي قبلي في البيت؟ ما جيتيش ليه؟ انا السبب معلش. اصل النهارده اول يوم ليا في الكشك وكان في حاجات كتير عايز اسال عليها. على فكره انا بتكلم مع امي، مالكش دعوه انت. عيب يا واد يا كريم كده. اتاسف لسر استاذ. اتاسف ليه؟ صحيح، يتاسف ليه؟ هو عمل حاجه؟ شفتي اقول لك ما عملتش حاجه. امسحها فيا انا يا استاذ كمال، معلش حقك عليا. يا ستي والله ما في حاجه. خلاص ياما، ما هو قال لك ما فيش حاجه، يلا نمشي بقى. طب مش تستنى افتح لك حاجه ساعه؟ انت هتعزمني في الكشك بتاعنا؟ ده انت رخم. حسابي معاك لما نروح البيت نجره قدامي. بعد اذنك يا استاذ كمال امشي. اتفضلي. شكل الواد كريم ده ما بيحبنيش. يا كريم يا كريم يا حبيب امك، الاكل جاهز. مش عايز اكل. مالك يا واد متزرزر عليا كده ليه؟ يعني انت مش عارفه يا اما انا متزرب ليه؟ لا يا اخوي، لو كنت عارفه ما كنتش سالتك يا ابو العريف. لا عارفه يا اما، بس عايزاها تيجي مني. وانا بقى هقولها لك وش، انا مش مرتاح للجدع اللي عمل زي ترومبه بنزين النص نقلي ده. قصدك على مين؟ اوعى يكون قصدك على كمال. ايوه كمال، اكيد مش بتكلم على عمر يوسف. يعني انا نفسي افهم انت ازاي موقفه في كشك ومامنله قوي كده. ماله كمال يا واد يا كريم؟ ده راجل غلبان وطيب والدنيا جايه عليه. طب ما انا اقولك على حل احسن. قول يا اخوي. احنا ننزل الحاره ونلم تبرعات ونبني له مستشفى وجامع كمان. بس بقى يا موكوس انت، افتكرتك هتتكلم بجد. بقولك ايه ياما، انا مش عاجباني وقفتك في الكشك من اساسه، والراجل اللي جه ده كمان زور التين بله. انت تقعدي في البيت انت وبسمه، وانا اللي هصرف عليكم. مش هتاكلوا من عرق راجل غيري طول ما انا عايش على وش الارض. بس يا واد يا مقروط. ايه ياما النظره دي؟ عينك بتلمع كده ليه ياما؟ اوعي تكوني بتحب الراجل ده وهتروحي تتجوزيه وترميني انا والبت بسمه في ملجأ ولا قدام جامع. بس يلا يا هبل انت، انا مش ممكن اسيبك انت واختك ابدا. الجمله ناقصه ياما. ناقصه ازاي يعني؟ انا سالتك سؤالين مش سؤال واحد، ما تعمليش نصحه. اتلمي يلا واطمن، امك لا يمكن تسيبك ياما. والنعمه هي هي نفس الاجابه اللي قلتيها. ما تتوكس بقى يا كريم. انا ما بحبش حد غيركم، انا بس فرحت بيك انك كبرت وبقيت راجل وعايز تريح امك واختك. كل الكلام اللي انا بقوله ده بيحسسني قد ايه انا عرفت ربي، ولو انك لسه مقروض وزبله واقصر مني ولسانك عايز يتقطع من لغلوغه. بس حبيبي، وبعدين ما انت كنت ماشيه كويس. انت اللي ماشي كويس وزي الفل ومفرحني بيك دايما يا ابني حبيب امك. يلا بقى عشان تاكل. خلاص هاكل، بس قولي لي الاول. اقول لك ايه؟ انت بتحب الراجل ده وهتروح تتجوزيه وترميني انا والبنت بسمه في ملجا ولا قدام جامع؟ يا لهوي. كمال جات تالنت. كمال جات تالنت. والله انا بحسدكوا على الضحكه اللي طالعه من القلب دي. والله دي الحاجه الوحيده اللي بنعملها من القلب، انما الباقي بقى كله
هم على القلب والله يا كماكيمو. ليه كده بس يا بوسي؟ الحق ده بيسأل ليه كده يا كمولة؟ الحال صعب أخويا، الواحد من ساعة ما بيصحى وهو في قرف. من غير ما تقول والله باين على ريحتك. ريحتي؟ ما شغلنا كله في المجاري، هنعمل ايه؟ هنشتغل في الحرام يعني؟ اكيد الحرام ريحته احلى من كده طبعا. يا اخي بقى حط ريحه ولا معطر جو ولا اي حاجه، ما تقرفناش بقى. فكرك يعني الحاجات دي هتاثر؟ ده بيشيل 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 هم المصريين كلهم. ويا ريت مكفى يا كموله، اهو بشيل هم الناس على كتفي. على كتفك؟ دي حاجه تقرف بجد يعني. اه يا سيدي، ويا ريت مكفي. يا كماكيمو مش مشكله، دي ريحته واحنا اتعودنا عليها، واحد زيه بيشتغل ليل ونهار وبيدور على كعب رجليه، هيجيب وقت يحط كلونيا منين؟ وبعدين يا كماكيمو حال الحاره كله كده، بنقعد طول النهار نجري ورا لقمه العيش ويا دوبك بنجيب حق وجبه الغداء. وبالنسبه لباقي الوجبات؟ قار اسود على الغباء. وجبات ايه يا عم الحاج؟ هي وجبه واحده. هو انت فاكرنا طالعين رحله 3 ايام دي يوز ولا ايه؟ 3 ايام دي يوز ودي فيها وجبات دي؟ شفتها هي دي يوز دي، شفتها انا والواد سعيد على الفيسبوك، كنا عايزين نطلع ناكل 3 ايام ونرجع وربنا. يا عم ما تصدقش الكلام ده. ما تصدقش الكلام ده؟ يا نهار مدوحس، يعني الرحله دي ما فيهاش اكل؟ لا ما فيش حاجه اسمها 3 ايام دي يوز. وبعدين ما تحمدوا ربنا ان كل واحد فيكم ليه صنعه بياكل منها عيش، ده احنا قاعد معانا على القهوة اكتر من 200 شاب عواطلية. الحمد لله ما قلتش حاجة انا، بس البيت بقى كل يوم في البيت عايزة طلبات، والواد عايز طلبات، والولية الله يحرقها بجاز عايزة طلبات اخرى، ما بتبطلش طلبات. الواحد يعمل ايه بس يا كمولة؟ نعمل ايه؟ الواحد يسكت ويقول الحمد لله ويشتغل ويجتهد اكتر ويسيب الباقي على ربنا. ونعم بالله. بس يا كماكيمو الفكره مش في كده، هنكفي طلباتنا ازاي؟ اكل وشرب ولبس وخروج وفسح وسجاير، حاجه بقى تطهق يا اخي. يا ابني انت عايش في ديزني؟ لا يا عم انا مش عايش في ديزنك. انت مش عارف ديزني يا هبل؟ حد مش عارف ديزني؟ لا معرفهاش. قول له يا بوسيه. ده مالها لاي اللي جنب كوكو بارك يا عم؟ يا راجل المهم كأنه مالش حاجة، اشتغلوا وبصوا للي أقل منكم وقولوا الحمد لله. بنقول والله يا باشا الحمد لله، بس الحياة صعبة كمولة، صعبة قوي. منكم لله، أنا غلطان إني بتكلم معاك. إيه ده؟ مش ده كريم ده؟ أكريم أمور يا غالي. أنا كنت عايز أتكلم معاك شوية. كلم يا عم، هو أنا ماسك لسانك؟ دمك خفيف يا كريم. أوه خفيف زي دمك بالظبط. الله يحفظك يا سيدي. قول لي يا كريم، هو انت بتشتغل ايه؟ بشتغل دكتور يا خفيف. لا بجد بجد بتشتغل ايه؟ انا هجاوب على اساس انك مش عارف. بشتغل ميكانيكي. يعني بتصلح عربيات؟ لا باجر عجل. هو سؤال بايخ فعلا. طب كويس انك هارش. هارش ماشي. قول لي بقى، انت لما بتجيلك عربيه بايظه بتعمل فيها ايه بالظبط؟ بغير لها حجاره. ياد بطل لمضه بقى واتكلم بجد شويه. ما انت اسال السؤال عدل عشان اجاوب عدل. تصدق انت عندك حق برضو. طيب بص يا سيدي، مثلا يعني لو جات لك عربيه عطلانه مش شغاله خالص بتعرف مشكلتها ازاي؟ اهو كده، هي دي الاسئله. شفت بقى، بطلب لها واحد ليمون وشغلها مزيكا عاليه واخليها تخر بكل مشاكلها. اللهم طولك يا روح تخر. لا هجاوبك بجد المره دي. مبدئيا كده يا باشا، لو المارش مش لاقط تبقى المشكله يا اما في سير الكاتينه يا اما في المارش نفسه، ولو لاقط بس مش بتدور تبقى المشكله يا اما في البطاريه او الفيوزات. الله اكبر عليك، ده انت ميكانيكي شاطر بقى. اسال على الاوستا كيف اي حد راكب عربيه في المنطقه وانت تعرف يقبها. ده انت اللي قبها يا عم والله. طب بص، اصل انا عندي واحد صاحبي معاه عربيه كده وعطلانه بقالها كتير ومحدش عارف يصلحها. موديل جديد ولا قديم؟ هي موديل جديد، باين جالها شيخوخه مبكره. طب خليه يقطرها على اي ونش ويجيبها لي، وانا هرجعها له صنيوره عندها 20 سنه. ويا ريت كفايه اسئله كده يا باشا، انا عندي زباين ومش فاضيله. ماشي يا استاذ كريم، على وضعك يا كموله. كموله هو الواد سامج بس طيب وجدع. الو اي عمو رياض. ماشي ماشي، ساعه ان شاء الله واكون عندك. يا كمال
أنا ما بقتش عارف أتصرف، الصفقة هتروح من إيدينا. ولما أنت مش عارف تتصرف جايبني أنا علشان أتصرف يا عمو رياض؟ يا عمو رياض أنت عارف إن أنا آخر واحد ممكن يساعدك في إنك تعدي الشارع مش تخلص صفقة. يعني المفروض أكلم مين لما يبقى في مشكلة في الشركة اللي هي شركتك يا كمال؟ تكلمني مثلا؟ مثلا يا رب ما نكونش قلقنا منام حضرتك، وبعدين احنا مش خلاص التزمنا وتحمسنا وابتدينا بداية جديدة؟ تمام انت صح، اتفضل بقى يا عمو رياض قولي المشكلة ايه. الشركة المنافسة دخلت معانا المناقصة اللي احنا بناخدها كل سنة بدون منافس، ودخلة بكل قوة في المناقصة، وكل ما نزود سعر الشراء يزودوا هم كمان لحد ما وصلنا الرقم اكبر من اللي هنقدر نبيع بيه. وبناء عليه؟ بناء على ايه بالظبط؟ بص يا عمو رياض انا هقول لك، انا اتعلمت حاجة من ام كريم هنفذها في المشكلة دي وهتتحل بكل بساطة. اتفضل. ايه ده؟ ثانية واحدة، مين ام كريم دي؟ ايه ده؟ هو انا قلت ام كريم؟ بتهيألي. طبعا بتهيألي. لا مين ام كريم؟ انا ما قلتش ام كريم. جايز. المهم بقى، ام كريم دي علمتني حاجة مهمة جدا وهنفذها علشان الصفقة دي تتم. احنا هنفضل نعلي في السعر زي ما احنا لحد ما الصفقة ترسى علينا ونبيعها. يا سلام. ونخسر فيها. الله أكبر. ثم بعد ذلك هنحسب اللي خسرناه بلس اللي احنا بنكسبه كل مرة من الصفقة دي، ونحملهم على أي مجموعة تانية من المنتجات اللي بنصدرها بره مصر. وهو كده كده الدولار غلي، واللي بيشتروا مننا مش هيحسوا بالفرق. ها ايه رأيك بقى في الحال ده؟ أنا حاسس إن نظرية أم كريم دي فيها حاجة صح. أم كريم مين؟ بيتهيألي انك قلت ام كريم. بيتهيألك طبعا. ايه بقى رايك يا عم رياض في نظريه ام كريم؟ نظريه هايله، يعني اللي هنخسره في الشراء نحمله على البيع، واللي هيتصدر كمان. ده انت بقيت هايل يا واد كمولك. كمولك يا عم رياض احنا في شغل. ده على اساس انك انت ما بتقولش يا عمو مثلا. بس بقولك ايه، سيبك انت، نظريه ام كريم دي هايله جدا. انا مش فاهم مين ام كريم اللي انت ماسك لي فيها دي. لا ده انت اللي هتقول لي بقى مين ام كريم دي. دي مكتشفة علم البورصة. مكتشفة علم البورصة اسمها أم كريم؟ أيوه. مستغرب ليه؟ طب ما هو مكتشف علم الاجتماع اسمه ابن خلدون ومحدش اتكلم. كفاية ظلم بقى في الناس بقى. والله عندك حق يا كمال، احنا بعد كده لازم نحط الخطة دي ضمن خطط العمل اللي بنشتغل بيها هنا في الشركة، وخصوصا في المناقصات اللي فيها منافسات مستعصية زي دي. مستعصية؟ مستعصية. خطة ايه بقى؟ الخطة اللي انت لسه قايلها، خطة أم كريم. مين أم كريم دي؟ مش فاهمك.